والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن منها فتنة الخوارج، قال يلبسون للناس مسوح الظأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب، قال شياطين في جثمان إنس، وصفهم وصف ما وصفه أحد، أنه تأتي فتنة من المغرب فتنة المظاهرات ويشترك فيها الرجال والنساء والغوغة والدهمة، ترتفع فيها الأصوات وقتلاها كلهم في النار، يسقط الحكم بلا جيوش وبلا معدات ولا شيء، تهيج الدهمة والغوغة. وصفهم النبي صلى بهذا الوصف أنها تأتي من المغرب، هي الوحيدة اللي عرف أنها جاءت من المغرب وأسقطت الدول، وهي اللي يشترك فيها النساء والرجال والأطفال والأعراب والشباب والمجهولون، وهي اللي تظهر فيها الأصوات، وهي التي قتلاها في النار، لأنه لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. هذا أمر واضح ظاهر جلي جدا. وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا، قال الحسن البصري رحمه الله، وهو الذي وصف أنه إذا تكلم في العلم ظننت أنه نبي تكلم بالعلم من فصاحته وبلاغته وبيانه وحفظه ونصيحته، قال والله رأيناه يبيع أحدهم دينه بثمن العز، وقال إنهم اتكلوا على السيوف فوكلهم الله إليها ولو اتكلوا على الله لكفاهم. ولذلك يخربون ولا يصلحون، يسقطون الحكم ولا يكون حكم آخر، ولا عندهم أهلية أصلا لإقامة حكم، لا عندهم هدى المسلمين شر، ولا عندهم صبر الكفار وخطط الكفار وتنظيمات الكفار، لا ذي ولا ذي. أهم شيء يكشفون عورات أهل الإسلام ويشوهون الإسلام ويحصلون ما حصلوا من الغنائم التي تؤخذ منهم، نهايتها تؤخذ منهم ويحرمون حتى المناصب ما يحصلون، يسقطون من عليائهم بكل مكان. واللي يعرف تاريخهم من 50 سنة أو 60 سنة يدرك كيف أنهم صادروا أموال المسلمين وخدعوا عوام المسلمين وخدعوا ولاة أمور المسلمين ولا حصلوا شيء أصلا، ما حصلوا شيء، بل أشمتوا الكفار بأهل الإسلام وتقاتلوا على المتردية والنطيحة والموقوذة وكذا على الدنيا فقط. لا بد من فهم هذا، لكل قوم وارث، بعد كل 10 سنوات تجدد الفكرة وتغير الأسلوب ويبدأ المشروع، كل 10 سنوات. أنا متابع هذا من 50 سنة، كل 10 سنوات شيء داخلي وشيء خارج وشيء كذا وشيء كذا. فلا تظنون تقرير أهل السنة والجماعة منهاج السلف الصالح، بيان أصوله وقواعده وضوابطه ومعالمه، أن هذا من فراغ، لا، هذا لحماية الدين، حماية بيضة المسلمين وجمع الكلمة ودرع الفساد والشر والفتنة عن أهل الإسلام. احذروا، الإنسان يتوقف ويراجع من يثق بدينه.